النهارده هنا كنا بنتابع موضوع مشروع الاسمرات واحد والاسمرات اثنين، نجمعهم على بعض الاثنين 11200 وحده سكنيه. المشروع ده ما قلت متقسم مجموعتين، اسمرات واحد بدا بدري شويه، نزل من الانجاز دلوقتي حاجه زي 83% او 84%، 80% للاسف 80%. موضوع الاسمرات اثنين وصل 53%. الاسمرات اثنين ده بدا في شهر فبراير اللي فات، انا مع حضرتك بس كانش في حاجه ظهرت، وده كان تمويله جاي من صندوق تحيا مصر، تحيا مصر مع توجيهات سيد الرئيس. العمل بيسير على قدم رصاص زي ما احنا شايفين، بدانا تظهر ملامح الطرق وربط المكان بشبكه الطرق الرئيسيه. ان شاء الله في زياره ثانيه هنا بعد اسبوعين هتكون معظم الهياكل الخرسانيه باقي العمارات انتهت. الان بيتم تشطيب داخلي في معظم العمارات. سلام امتى يا فندم؟ بالنسبه للتقريبيه بص احنا بالنسبه للمجموعه الاولى اللي هي اسمرات واحد، احنا ان شاء الله باذن الله الهدف بتاعنا ان احنا قبل نهايه العام ده يكون قبل نهايه ديسمبر يكون خلص ان شاء الله باذن الله، واعتقد احنا ممكن نخلص قبل كده. احنا يهمنا كمان الجزء الخاص بموضوع المدارس والخدمات طبعا، ودي يعني اللي هي محتاجه طاقه شويه.